ايه، طمني، عامل ايه في المذاكرة؟ الحمد لله. ايه المشكلة في المرة اللي فاتت؟ ايه؟ قابلتك مشكلة في الواجب المرة اللي فاتت؟ لا مش مشكلة. بص، احنا عرفنا ان الجملة الفعلية بتتكون من فعل وفاعل ومفعول، صح كده؟ صح. طيب قلنا بنسأل عن الفعل بكلمة ايه؟ إيه نسأل فعل كلمة إيه مين؟ تمام، وبسأل عن المفعول به بكلمة ايه؟ ماذا؟ طيب لما اقول لك مثلا تقرأ الفتاة القصة، تعرف تقول لي فين الفاعل وفين المفعول؟ تقرأ تتابع القصة تقرأ الفتاة القصة، مين؟ فين الفاعل؟ مفيش فعل. ازاي؟ تقرأ الفتاة القصة، مين اللي الفتاة تقرأ؟ تمام، القصة ماذا تقرأ الفتاة؟ تمام، مش أنا قلت باجي قبل الفعل وأحط كلمة مين، ومين دي هتديني الفعل؟ طيب عايزة أعرف المفعول به، هاجي قبل الفعل بردك وأحط ماذا؟ ماذا تقرأ الفتاة؟ قال لي تقرأ إيه؟ تقرأ القصة. طيب هو النهاردة بيقول لي علامات إعراب الفاعل والمفعول، طيب لو الفاعل جه مفرد أعرفه إزاي؟ لو المفعول جه مفرد أعرفه إزاي؟ لو الفاعل جه مفرد يا كريم بعربه مرفوع بالضم، طيب لو المفعول به جه مفرد هعربه مفعول به منصوب بالفتح، يبقى الفاعل مرفوع دائما ولو جه مفرد يرفع بالضم، طب لو جه جمع تكسير برضك يرفع بالضم. بينفع طيب بالضم. نجح ولو جه الطالب، جمع مؤنث سالم برضه بيرفع بالضم. اه برافو يا كريم، يبقى لو الفاعل مفرد او جمع او جمع تكسير او جمع مؤنث سالم يرفع بايه؟ بالضم. تمام، طيب لو المفعول به مفرد او جمع تكسير ينصب بايه؟ بالفتحة. تمام، انما لو جمع مؤنث سالم ينصب بايه المفعول به؟ بالياء تقريبا. لا، ده لو كان مثنى ينصب بالكسرة، الواو لا شكلها. ينصب بالكسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع مذكر إيه؟ جمع مذكر ثاني. طيب يبقى الدرس بتاعنا النهاردة إن الجملة الفعلية تتكون من 3 حاجات، من فعل وفاعل ومفعول. طيب بعرف الفعل إزاي؟ باجي قبل الفعل، بعرف الفعل إزاي؟ باجي قبل الفعل وأسأل بكلمة مين. طيب بعرف المفعول به إزاي؟ باجي قبل الفعل والمفعول به واسأل بكلمة ايه؟ ماذا. يبقى بعرف المفعول به بسأل بكلمة ماذا، بعرف الفاعل بسأل بكلمة مين. يبقى الجملة الفعلية بتتكون من كام حاجة يا كريم؟ من 3 أركان، فعل فاعل. وفعل وفعل بي طيب بعرف الفعل ازاي؟ باجي قبل الفعل واسأل بكلمة. مين؟ طيب لو انا عايز اعرف المفعول به هاجي قبل الفعل والفاعل واسأل بكلمة. ماذا؟ تمام، طيب تعالى نشوف الأسئلة اللي معانا دي النهاردة. اقرأ كده يا كريم رأس السؤال. حدد الفعل في الجملة الآتية وبين علامة إعرابه. تمام، اشترى محمد كتابا جديدا. فين الفعل هنا؟ محمد، عشان احنا لو جينا سألنا مين اشترى كتابا هنلاقي اللي اشترى كتاب محمد، فمحمد تمام، هو برافو يا كريم. طيب تعرف تطلع المفعول به هنا؟ المفعول به كتابا. طيب تعرف تعربه؟ ثواني. مفعول به ماله؟ مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. الفتحة. عشان ايه هنا؟ مفرد، ولو كان جمع مذكر جمع تكسير كان منصوب بالفتحة برضو. طيب رقم النيل يا كريم، رقم باء. يحترم الناس
المخلص في عمله. يحترم الناس المخلص في عمله. تعرف تطلع لي الفاعل هنا؟ الناس طيب فاعل ماله؟ فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة لأنه مفرد. برافو. طيب ساعد المدرسة الأسر ساعدت المدرسة الأسر المنتجة. المدرسة إعرابها إيه؟ فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة لأنه مفرد. طيب ممكن أسألك سؤال يا كريم؟ ايه التاء اللي في الفعل دي تاء التأنيث ولا تاء الفاعل؟ تاء الفاعل؟ تاء الفاعل. طب عرفتها ازاي انها تاء الفاعل؟ لأن بيبقى المفروض آخر تاء التأنيث ألف وتاء. لا مش انا قلت لك اعرف تاء الفاعل من تاء التأنيث، هاجي قبل الفاعل، قبل الفعل ده واسأل بكلمة مين، لو الإجابة أنا أو أنت تبقى دي تاء الفاعل، لو الإجابة مش أنا أو أنت يبقى دي تاء التأنيث. طب حط كده قبل الفعل كلمة مين، مين اللي ساعدت؟ من ساعدت المدرسة؟ من ساعدت الأسرة المنتدة؟ مين اللي ساعد؟ مين اللي ساعد؟ المدرسة. الفاعل هو يا كريم، مش أنت قلت الفاعل المدرسة؟ يبقى دي تاء الفعل ازاي؟ لا دي تاء التأنيث عشان ما جاوبتش بأنا أو أنت. يعني مثلا لما أقول لك ذاكرت دروسي، اسأل كده قبل الفعل مين اللي ذاكر؟ من ذاكر الدروس؟ لا بص يا كريم، ما بجيش بص بحط قبل الفعل كلمة مين، لو الإجابة طلعت بأنا أو أنت يبقى دي تاء الفعل، لو ما طلعتش يبقى انا وانت يبقى دي تاء التأنيث. مين اللي ذاكر؟ بقول لك ذاكرت دروسي. حط قبل الفعل كلمة مين، ذاكرت دروسي. من أنت؟ تمام، يبقى دي تاء ايه؟ تأنيث تاء الفاعل. لو الإجابة بأنا أو أنت يبقى دي تاء الفاعل، لو الإجابة مش بأنا أو أنت يبقى دي تاء التأنيث. طيب رقم دال. رسم التلميذ لوحة رائعة. مين رسم لوحة التلميذ؟ طيب برافو يا كريم. رقم هاء. زار السائح أهرامات الجيزة. زار مين؟ زار أهرامات الجيزة السائح. برافو شطور. رقم واو. امتلأت الشبكة بالأسماك. امتلأت الشبكة من امتلأت بالأسماك الشبكة. برافو تمام. الشبكة دي فعل ماله؟ الشبكة فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة لأنه مفرد. تمام. نشاط 4 بيقول ضع ايه؟ خط تحت المفعول به وبين علامة إعرابه. تمام. يمسك البريد. ينسق البستان الحديقة. فين المفعول به؟ عرفت ازاي؟ عايز كل تنام ولا ايه؟ سألنا ماذا ماذا ينسق البستان؟ ينسق ايه بقى؟ ينسق البستان الحديقة. يبقى فين المفعول به؟ الحديقة تمام برافو. مفعول به ماله بقى؟ مفعول به منصوب وعلامة نصبه ال علامة نصبه الثانية الألف. صح، لا الفتحة عشان مفرد. الفتح. تمام. رقم باء يا كريم. ترى أحمد القصة. ترى ماذا ترى أحمد القصة المفعول به؟ تمام. تتعرف مفعول به ماله؟ مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. تمام.
طيب تعرف تطلع لي الفعل في الجملة دي؟ أحمد تمام، فعل ماله؟ فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة برافو، عشان ايه؟ لأنه مفرد. برافو يا كريم، شطور. تمام، رقم جيم. ساعد الغني الفقير. ماذا ساعد الغني مين الف... فين المفعول الفقير؟ به؟ الفقير مفعول به ماله؟ مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة لأنه ايه؟ لأنه مفرد. برافو. طيب تعرف تطلع لي الفعل في الجملة دي؟ الغني تمام، فاعل ماله بقى؟ فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة لأنه مفرد. برافو يا كريم، شطور. طيب رقم دال. تسقط الأنهار الزرع. تسقي الأنهار الزرع، فين الفاعل هنا؟ الفعل الأنهار برافو، فاعل ماله؟ فاعل مرفوع وعلامة رفع الضمة لأنه مفرد. لا لأنه جماد الأنهار مش مفرد مفرد. لأنه جماد مفرد. برافو. طيب فين المفعول به في الجملة دي؟ الزرع مفعول به ماله؟ مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. برافو، شطور. طيب رقم هاء. كرم الرئيس العالم. ماشي، كرم فين الفاعل؟ الفاعل الرئيس. الرئيس منصوب مرفوع علامة رفعه ضمة لأنها مفرد. برافو. العالم مفعول به منصوب وعلامة نصبه ضمة لأنها لا، مفرد. الفتحة. لا الفتحة الفتحة. ماشي. طيب رقم واو. أضاءت الشمس الكون. تعرف تقول لي التاء اللي في الفعل دي تاء التأنيث ولا تاء الفعل؟ تاء التأنيث عرفت ازاي؟ لأن ما جاتش حاجة في أنا ولا أنت. بص، قول لي بسأل قبل الفعل بكلمة مين. لو الإجابة بأنا أو أنت يبقى دي تاء الفعل، لو الإجابة مش بأنا أو أنت يبقى دي تاء التأنيث. تعالى كده قبل الفعل اسأل بكلمة مين. مين اللي أضاءت؟ جاوبت من بكلمة أضاءت إيه؟ الكون؟ جاوبت بكلمة الشمس، ما جاوبتش بكلمة أنا أو أنت، يبقى دي تاء إيه؟ التأنيث. تمام. طيب فين الفعل هنا عندي؟ الفعل إضاءة. الفاعل. الفعل الشمس. فاعل ماله؟ فاعل مرفوع علامة رفع الضمة لأنه مفرد. تمام. والكون تعرف ايه؟ الكون مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة لأنه مفرد. برافو. طيب نشاط رقم 5. صوب بالخطأ النحوي في الكلمة الذي تحتها خط. تساعد الطبيبة المرضى، فين الخطأ؟ هو جايب الخطأ تحت الطبيبة، حاطط عليها فتحة. هي الطبيبة تعرف ايه هنا؟ تعرف الطبيب بالضمة هتعرف ايه؟ اعربها ايه؟ فاعل مرفوع وعلامة رفع الضمة لأنها مفرد تمام، هو حاطط عليها فتحة، يبقى نحط عليها ايه؟ فيها ضمة. برافو. نظمت المدرسة ندوة. ندوة. ندوة غلط لأن هو عليها ترمين بالضمة تمام، علشان احنا لو جبناها هنحط عربية عليها ايه؟ هنحط عليها ترميم بالفتحة ليه؟ لأن هي عشان بتتقال هتعرب ايه؟ بالفتحة. هتعرب ايه؟ مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة لأنها مفرد. طيب تعرف تقول التاء اللي في الفعل نظمة دي تاء الفعل ولا تاء التأنيث؟ تاء التأنيث. عرفت ازاي؟ سألنا مين نظمت ندوة ما طلعتش أنا ولا أنا طلعت المدرسة. برافو، شطور يا كيكو. طيب أعدت الأم ردت الطعام. الأم الطعام. هي الفوق المين
ضمة صح؟ الميم ضمة. غلط، المفروض تبقى فتحة. ماشي. والطعام تعرب ايه؟ الطعام تعرب مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة لأنها مفرد. تمام، برافو. طيب، عدت التاء اللي في الفعل دي فعل تاء التأنيث ولا تاء الفاعل؟ تاء الفاعل عرفت ازاي ان هي تاء الفاعل؟ سألنا مين عدد الطعام، الإجابة كانت الأم. طيب، انت قلت تاء الفاعل. لا لا، تاء التأنيث، تاء التأنيث، برافو، شطور. طيب، جهاز جهاز التلاميذ التلاميذ. النشاط فين الفعل هنا؟ الفاعل تلاميذ، فعل ماله؟ فاعل، فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة برافو لأنه شطور. مفرد. لا، لأنه تلاميذ جمع جمع. تكثير، جمع تكثير. تمام. النشاط تعرب ايه؟ النشاط تعرف مفعول به منصوب وعلامة نصب الفتحة لأنها مفرد. طيب، هو حاطط على النشاط ايه، ضمة ولا فتحة؟ ضمة، يبقى التصحيح ايه؟ فتحة. تمام، برافو. لبن موظف بقى كيكو. المصنع ماشي. العام. الأول المفروض ضمة لأن هي تتعرف. فاعل مرفوع على أن ترفعه الضمة لأنه جمع تكسير. طيب، تعرف المصنع يا كيكو؟ مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة لأنه سميني، لأنه مفرد. برافو يا كيكو، شطور ما شاء الله. طيب، رقم واو. استلم المهندس الجائزة. المهندس المفروض الضمة علشان هي بتتعرف. عشان هي تتعرف. يرحمكم الله. قول بقى الحمد الحمد لله. لله. طيب، المهندس المفروض تتعرف بالضمة لأنها فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة لأنها مذكر، لأنها مفرد. برافو. طيب، الجائزة تعرب ايه يا كيكو؟ مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة لأنها مفرد. طيب، عرفت ان الجائزة دي مفعول به ازاي؟ سألنا ماذا استلم المهندس. برافو، شطور. طيب، اقرأ كده يا كيكو. بيقول صنف أركان الجملة الفعلية الذي أمامك. مش احنا قلنا الجملة الفعلية تتكون من فعل وفعل ومفعول؟ هو عايز يحط هنا الفعل ويحط هنا الفعل ويحط هنا المفعول. طيب، تعالى نقرأ كده أول جملة. استلمت استلمت رانيا رنين الجائزة. الجائزة. فين الفعل؟ استلمت الفعل، الفاعل رنين الجائزة. رانيا. رانيا الفاعل، الجائزة المفعول به. طيب، التاء اللي في كلمة التاء اللي في الفعل دي تاء التأنيث ولا تاء الفاعل؟ تاء الفاعل. تاء الفاعل، متأكد؟ لا، تاء التأنيث، التأنيث. ماشي، برافو، شطور. قرأ الرجل الرواية، فين الفعل هنا؟ الفاعل قرأ، الفاعل الراجل المفعول به الرواية. تمام، برافو. ودع المسافر أسرته، فين الفعل هنا؟ الفاعل ودع، الفاعل المسافر المفعول به أسرته. برافو يا كيكو، شطور. نشر المذياع الخبر، تعرف تقول لي نشر فين؟ الفاعل نشر، تمام، الفاعل المذياع المفعول به الخبر. تمام، برافو. يحب الله المؤمن، فين الفعل والفعل المفعول؟ يحب الفاعل الله المفعول به المؤمن. برافو، شطور. نشرت الصحيفة الخبر، فين الفعل والفعل المفعول؟ نشرت فعل الصحيفة الفاعل المفعول به
الخبر. طيب التاء اللي في الفعل نشر دي تاء التأنيث ولا تاء الفاعل؟ تاء التأنيث. عرفت ازاي؟ سألنا ما مين؟ مين مين نشرت الخبر؟ ما الإجابة جابش إجابة. أنا ولا أنت؟ يبقى أجابنا بكلمة إيه؟ الصحيفة. برافو شطور، تمام. طيب بيقول هنا ضع خط تحت الجملة الصحيحة من كل مجموعة، يعني الجملة الصحيحة اللي فيها فعل وفاعل ومفعول ومكتوبة صح حط تحتها خط. طيب تعالى نقرأ الجملة الأولانية كده. أنزلت السماء المطر. الجملة دي صحيحة؟ أنزل السماء، لا المطر المفروض يبقى عليها فتحة، تمام تعالى نشوف. والسماء المفروض يبقى عليها ضمة. برافو شطور. طيب تعالى نشوف الجملة التانية صحيحة. أنزلت السماء المطر، صح. برافو، تمام. طيب تعالى نشوف الجملة التانية كده. اشترى حذاء حذاء الولد، ما الجملة دي ينفعش يبقى صحيحة؟ عليها ضم. لا، تمام، برافو، تمام. اشترى الولد حذاء غلط برضه، عشان ما ينفعش يبقى عليها ضم، تمام، المفروض يبقى برافو عليها فتح. شطور. طيب تعال نشوف الجملة الثالثة. اشترى الولد حذاء، صح. برافو شطور يا كيكو، تمام. طيب رقم جيم، أكل الجائع الطعام، صح. تمام، برافو. طيب تعال نحل بقى رقم نشاط رقم 9. وجبة ما تحتاج في كل جملة نبين السبب. ماشي، الضبط ده ان انا احط ضمة او فتحة وهعرب الكلم، تمام كده. تمام. ماشي يلا نقرأ اول حاجة. الزرع الفلاح، سكر الزرع، هتعرف ايه؟ هتعرف فاعل مفعول وعلامة رفعه الضمة لأنه مفرد. طب تعالى كده نسأل بكلمة مين، مين اللي سقى؟ من سكر الزرع؟ من سقى الزرع؟ يبقى الزرع المفروض يتحط عليها فتحة عشان مفعول به. مين اللي سقى الزرع؟ الفلاح. يبقى الزرع يتحط عليها فتحة عشان مفعول بيه، مش المفعول بيه مثلا عنه بكلمة ماذا؟ طيب يبقى الزرع تعرف ايه يا كيكو؟ الزرع تعرف مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة لأنها مفرد. تمام. مارس السباحة الولد، هنخلي على السباحة فتحة برافو، ليه؟ لأنها سألنا من مارس الولد، مارس الولد السباحة، ماذا مارس الولد؟ ماذا المفعول بيه مارس بسأل الولد؟ عنه، المفعول بيه بسأل عنه بكلمة ماذا، أما مين بسأل عنها بالفاعل، مين بتديني الفاعل، ماذا بتديني المفعول به. طيب السباحة تعرب إيه بقى؟ السباحة تعرب مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة لأنها مفرد. تمام، برافو. يخاف الله يخاف المؤمن. الله، إيه الله، هنحط عليها ايه؟ فتحة ولا الله ضمة؟ الله هنحط عليها ايه؟ ضمة. طيب تعالى كده، تعالى نمشي كده الجملة. مين اللي بيخاف من ربنا؟ المؤمن ماشي، يبقى المؤمن دي هحط عليها ايه؟ ضمة ولا فتحة؟ فتحة فتحة. ايه، لا المؤمن احط عليها ضمة. تمام. ماذا يخاف؟ ماذا يخاف المؤمن؟ بيخاف منين؟ من مين؟
من الله. يبقى الله تعرب ايه؟ إيه تعرف مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة لأنه مفرد. تمام يا كيكو، شطور. تمام، رقم دال. شرح الدرس المعلم. المعلم هنا فاعل، برافو، هنحط عليها ايه؟ هنحط عليها فعل، هنحط عليها ضمة. تمام، رقم هاء. سمم البيت المهندس، هنحط عليها ضمة عشان هي فاعل. ليه؟ فعل ماله؟ سألنا من سمم البيت، فعل ماله بقى مرفوع بإيه؟ فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة لأنه مفرد. تمام، برافو يا كيكو. بصي يا كيكو، الدرس الواجب بتاع الدرس ده اللي هو درس علامات إعراب الفعل والمفعول به، هتحل منه 3 صفحات ماشي في كتاب التأسيس تمام السليم. ماشي، تمام النهارده كمان هناخد حاجة اسمها القصة القصيرة. يعني ايه القصة القصيرة دي؟ عارف لما بنحكي، لما حد يحكي لك قصة قبل النوم كده وانت داخل تنام، القصة دي بتتكون من ايه بقى؟ بيقول لك من عنوان القصة. يعني مثلا لو حد حكى لك قصة النمر والأسد، النمر والأسد دي عنوان القصة. طب عنوان القصة بيتكون من ايه؟ بيتكون من شخصيات، بيتكون من الزمان، من المكان، من المدخل، من الحدث، من النهاية. يبقى القصة بتتكون من كذا حاجة. ايه هي مكونات القصة؟ أول حاجة عنوان القصة، ثم تاني حاجة الشخصيات. مين اللي الشخصيات اللي موجودة في القصة؟ علي ولا محمد ولا أحمد ولا كريم؟ الزمان، الزمن ده مساء، صباحا، عشاء، ظهرا. المكان مثلا في الجيزة ولا في القاهرة ولا في 6 أكتوبر. المدخل اللي هبدأ بيه القصيدة كانت بتتكلم عن إيه؟ إيه الأحداث اللي حدثت في القصيدة؟ مثلا الأسد كل الزرافة، عمل فيها إيه؟ النهاية، النهاية كانت حزينة ولا جميلة؟ تمام كده، يبقى القصة بتتكون من إيه يا كريم؟ من عنوان القصة والشخصيات والزمن والمكان والنهاية. والمدخل والحدث المدخل والنهاية. والحدث والنهاية. طيب تمام، يعني القصة بتتكون من كام حاجة؟ ايه، واحد، أربعة، خمسة، 7. سبعة. سبعة أول حاجة عنوان القصة، ثاني حاجة الشخصيات، ثالث حاجة الزمان، رابع حاجة المكان، خامس حاجة المدخل، سادس حاجة الحدث، سابع حاجة النهاية. طيب، تعالى نشوف عنوان القصة دي بيقول هذه هي السعادة. يبقى لما يقول لي في الامتحان ويجيب لي قطعة زي دي ويقول لي فين عنوان القصة، هقول له ايه؟ هبص على المدخل عنوان القصة على طول، هقول هذه هي السعادة الحقيقية. طيب، ايه كان يوم شديد البرودة والأمطار وتنزل منه بكثرة والليل قد حل. يبقى فين الزمان بتاعي؟ الزمن؟ الزمن بتاعي كان امتى؟ كان يوم شديد البرود، الأمطار تنزل بكثرة. لا، ده المدخل بتاع القصيدة اللي بتاع القصة، ان هو كان يوم شديد البرودة والامطار تنزل والليل قد حل. ده المدخل بتاع القصة، دي بداية القصة بتقول لي ايه؟ يبقى فين عنوان القصيدة يا كريم؟ عنوان هذه السعادة الحقيقية. طيب المدخل فين؟ المدخل اللي هي بتبقى أول فقرة. تمام، تمام. فين المدخل بقى؟ اقرأه كده. كان يوم شديد البرودة، الأمطار تنزل بكثرة، تمام، والليل قد والليل حل. قد حل، أرى الناس يسرعون للعودة إلى منزلهم. بس أسمع أصوات السيارات وهي تزاحم، وفي أثناء هذا كله رأيت صديق. الشخصيات بقى مين اللي في القصة دي؟ عمر عمرو وأمجد، أمجد وطفلا يبدو عليه الفقر الشديد.
يجلس على الرصيف ويضم يده إلى صدره ويرتعد، يعني يرتعش من شدة البرد. يبقى الزمان فين؟ المكان فين؟ المكان كان في الشارع اللي هو على الرصيف. الرصيف ده موجود فين؟ موجود في الشارع. طيب ما رأيكم أنتم تساعدوه؟ وكيف يا أيمن؟ قلت له ينظر كل منا كم معه من المال، ثم نجمعه ونشتري لهذا الطفل معطفا يحميه من البرد. تمام. وجمعنا المال واتجهنا إلى أقرب محل واشترينا معطفا ووضعناه في صندوق هدايا. طيب الزمان يا كريم، مش هو قال البرد؟ طيب البرد ده بيكون في الشتاء ولا فين؟ في الشتاء. طيب حلو، يبقى الزمان شتاء. طيب كنا مساء ولا ظهرا ولا عصرا؟ هو قال كان فين؟ مساء. تمام، يبقى الزمان ايه؟ المساء شتاء. وجمعوا مال، وبقى بيقول لك الحدث ان هم شافوا طفل يا فقير يجلس على الرصيف يضم يده الى صدره ويرتعد. ده الحدث بتاع القصه. اتصرفوا بقى ازاي؟ اشتروا معطف ووضعوه في صندوق هدايا وادوله بقى، وابتسموا في وشه وانصرفوا. وقفنا بعيدا نشاهد ماذا سيفعله. فتح الطفل الصندوق، وحيث رأى المعطف ملأت الدموع عيناه من الفرحة، وظل ينظر حوله باحثا عنه. ونظرت إلى صديقي فوجدت الفرحة على وجهيه، فقلت له ما هذه السعادة الحقيقية؟ يبقى النهاية إيه؟ إن الطفل أصبح إيه؟ أصبح للطفل معطف وشعر الأصدقاء بالسعادة الحقيقية. طيب تعرف تقول الشخصيات اللي في الفقرة دي كان مين ومين؟ أمجد وعمر وطفل صغير. طيب عنوان القصة إيه؟ هذه هي السعادة الحقيقية. طيب مدخل القصة؟ كان يوم شديد البرودة، الأمطار تنزل بكثرة، والليل تتحل. أرى الناس يسرعون للعودة إلى منزلهم. تمام. طيب تعرف تقولي المكان كان فين؟ إيه شتاء، مساء شتاء. لا ده تمام. المكان كان فين؟ المكان فين؟ على الرصيف، في تمام، على الشارع، على الرصيف. الرصيف، الرصيف ده بيبقى فين؟ في الشارع. تمام. طيب تعرف تقولي الزمان بقى؟ الزمان شتاء، مساء شتاء. تمام، مساء شتاء. طيب الحدث الحدث الأصدقاء شافوا إيه؟ ثواني. رأي الطفل صغيرا تمام، رأى طفلا صغيرا، إيه حاله بقى؟ يبدو علي الفقر الشديد، ويجلس على الرصيف تمام، ويتم. وارتعد من شدة البرد. طيب النهاية يا كريم بقى، الأصدقاء النهاية عملوا إيه؟ في رأى المعطف ملاءة الدموع عن عيني من الفرحة، وظل ينظر حوله بحساء. إن الأصدقاء اشتروا للطفل إيه؟ معطف جديد. طيب كيف حال الطفل عندما شاهد هذا المعطف؟ ملأت الدموع عينيه من الفرح. طب تعالى يلا نحل دي كده. اقرأ كده، اقرأ القصة التالية ثم أجب. سلام غيرك يبقى ده بيسميه إيه؟ العنوان. طيب يبقى عنوان القصيدة اسمه إيه؟ سلام غيرك. تمام. لا مش دي، فوقيها اهي. من تحتها. طيب تعالى بقى نقرأ ال ها كان يوم لا يستطيع أن ينسى في الصيف الماضي. بيت سعاد، دي المقدمة. اسمها المدخل بقى.
تمام كده. مثلا طيب يبقى المدخل ايه؟ إيه كان يوم لقيت أنا أنساه في الصيف الماضي. طيب تعرف تحط تحتها خط توصلها ببعضها؟ ماشي يا كيكو شطور. يلا اللي بعده اطلع لك البتاع تاني. استنى يلا. بيت سعد حيث حضرت أنا حيث حضرت أنا حيث صديقتي حضرت أنا وصديقتي فاطمة. فاطمة حفل عيد ميلادها. كان صوت الموسيقى عاليا جدا. يبقى المكان لا الأشخاص هي وصديقتي هي وفاطمة. تمام برافو، هي وفاطمة. تمام طيب المكان بقى؟ المكان حفل عيد ميلادها. تمام. كان الموسيقى عالية جدا ورائحة الأطعمة جميلة ورأيت الجميع يعانون ويضحكون في أثناء الحفل. دخلت ده كده الأحداث الزمن. تمام برافو. صديقتنا هند. صديقتنا هند فنظرت إليها فاطمة تقول ما هذه السيارة العجيبة إنها مضحكة جدا. وظلت تضحك تمام غضبت هند غضب منها هند منها وظهر على وجهها الانزعاج وهي اتضايقت وانصرفت. وانصرفت وجلست وحدها. نظرت إلى فاطمة وقالت لها لقد وقلت لها أخطأت قلت لها أخطأت السخرية من الآخرين أمر سيء. فقلت لي لم أقصد يا سحر كنت أمزح. فقلت لها أن امزحي امزحي. ولكن امزحي ولكن دون أن تضايقي الآخرين. وبعد ذلك ذهبت سعاد سعاد إلى هند أخرجتها بأن ثيابها جيدة جيدة. وأخذت منها هديتها وشطرتها على شعرة فاطمة شطرتها عليها شعر فاطمة بالخجل واعتذرت لهند. تمام يلا تعالى بقى نوصل. يلا ثانية واحدة. يلا يبقى المكان فين بقى؟ المكان قلنا المكان بيت سعادة. بيت سعيد. تمام بيت سعادة الزمان. الزمان الصيف الماضي. تمام المدخل. المدخل كان يوم لا يستطيع أن أنساه. تمام شطور يا كيكو. الحدث. الحدث عارفة لا أول واحدة دي سخرية. سخرية فاطمة من صديقتها هند. تمام النهاية. النهاية عرفت فاطمة خطأها واعتذرت لهند. تمام الشخصيات. سعادة وفاطمة وهند سعيد. وسحر. سعاد سعيد. وفاطمة وهند وسحر. تمام العنوان بقى. العنوان احترم نفسك احترم احترم غيرك. غيرك احترم غيرك. طيب تمام يلا اللي بعده. السؤال اللي بعده. يلا الشخصي الإشاعية. بالاستعانة بالتحليل التالي اكتب قصة قصيرة. طيب عنوان القصة نفعل ما نحب معنا. تمام يبقى أنا هاجي في بصي يا كيكو، هاجي في البداية. هو ممكن يديك الحاجات دي ويقول لك اكتب لي أنت القصة بقى. هعمل إيه؟ شايف عنوان القصة؟ هيكتب العنوان في نص السطر. شطور. طيب بعد العنوان إيه؟
مدخل. تمام يلا. وأخيرا جاء يوم الخميس وبدأت حصة الألعاب التي ننتظرها دائما. طيب بعد المدخل ايه؟ إيه الزمن؟ تمام برافو. يوم الخميس في حصة الألعاب، بعد كده الشخصيات تمام الشخصيات اسمهم ايه بقى؟ مازن وعارف، تمام والمكان؟ وبعد كده المكان بناء المدرسة، تمام بعد الحدث كده بقى اللي الحدث، حصل، بعد اقرأ كده بقى الحدث الحدث، عدم اقرأ. قدرة نادي على المشاركة في المباراة صفقة؟ بسبب كرمية مصابتين. تمام وبعد كده ايه؟ عدد يجعل مازن هو حكم المباراة، وشعر مازن بالسعادة. يبقى دي النهاية صح ولا ايه؟ يبقى لما اجي اكتب قصة قصيرة، القصة القصيرة بتتكون من ايه يا كريم؟ عنوان القصة والمدخل والزمن برافو والشخصيات والمكان والحدث النهائي. برافو يا كيكو. كده النهاردة الحصة خلصت، الواجب بقى يا كريم على الأفعال، واجب على القصة، على القصة القصيرة تمام، وعلى تمام. الفعل والفاعل، الفعل والمفعول به، علامات إعراب الفعل والمفعول به. عندك كم صفحة مثلا؟ معاك الكتاب دلوقتي؟ ماشي. تمام معي. الكتاب فيه كام صفحة علامات إعراب الفعل والمفعول به؟ أنا عندي علامات رفع الفاعل، واللي هي اللي هي لما تكون عندي التلات أنواع، اللي هي الألف والواو والضمة. ما احنا لسه ما خدناش دي في المحور اللي جاي ان شاء الله. انا عايزه علامات اعراب الفعل والمفعول به. كلها دي عندي مرة، كم اللي هو صفحه يا لما كريم؟ يبقى ايه؟ كم صفحه؟ كم صفحة؟ واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة. تمام ماشي. حل منهم اتنين وحل على القصة القصيرة تلات صفح. ماشي. تمام. القصة القصيرة عندك كم صفحة؟ اصل انا عندي الفاعل ده في المحور الاول. اصل الفاعل لسه والمفعول بيها هنشرحه قدام في المحاور اللي بعد كده بالتفصيل، بس هو هتلاقي مجمع كله مع بعض. عمي دكتور كمان. القصة القصيرة عندك كم صفحة بقى؟ ثانية. ماشي يا أم. ثانية. كتابة قصة قصيرة. كم عندي صفحة عندك؟ المحور التاني، عندك اختبارات كام صفحة؟ واحد، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة. ماشي. احنا مش هناخد الاختبارات دلوقتي لما نخلص المحور. ماشي. انت لسه فاضل لك درس كمان في المحور ده اللي هو درس كليلة ودمنة، فلما نخلصه ناخد التدريبات. ماشي. تمام. يبقى صفحتي، يبقى الواجب صفحتين. الواجب وانا صفحتين. عندي الفعل والمفعول به في حالة افراد. ايوه انا عايزاك تحل الفاعل والمفعول به في حالة الافراد. احنا خدنا النهارده اعراب الفاعل والمفعول في حالة الافراد، حل منها صفحتين وحل القصة القصيرة صفحتين برضه. تمام كده. تمام. ماشي يا كيكو، مع السلامة.